بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المستمعين والمشاهدين، متابعي صفحتي على الفيسبوك ومتابعي قناتي على اليوتيوب، اليوم سأتواصل معكم عبر صفحتي، صفحة استشارات طبية وجراحية. لقد تواصلت معكم كذا مرة من صفحة الفيسبوك، وتواصلت معكم عبر اليوتيوب. كنت تحدثت منذ شهرين تقريبا على أعراض مرض كوفيد-19، ومن بين الأعراض اللي تحدثت عنها وقلت أنها من مفاتيح التشخيص هي فقدان الشم الكلي وحتى اضطراب الذوق. اليوم أتحدث معكم كما قلت لأول مرة عبر هذه الصفحة، صفحة استشارات طبية وجراحية. هذه الصفحة التي أنشأتها منذ سنوات، سنة 2014، الفترة التي كنت مقيم فيها بمدينة وهران قبل انتقالي لمدينة سطيف. قبل الدخول في الموضوع، موضوع الفقدان الكلي للشم الذي يعني اللي ظهر هذه الأيام بكثرة، وعلى كل حال هو يعني فقدان الشم الكلي هذا ظهر يعني منذ بداية الوباء، ولكن الناس بدأت تلاحظوا هذه الأيام بالذات. قلت أني تكلمت على هذا العرض هذا، واليوم شفت أنه من الضروري أني نعاود نتحدث على هذين العرضين فقط، اللي هو فقدان الشم الكلي والاضطراب في الذوق بالذات، ومش راح ندخل كثير في الأعراض الأخرى تاع مرض كوفيد اللي تقريبا كاع الناس راح تعرفها. حبيت نهضر على هذو الزوج بالذات لأنه فيه تساؤلات كثيرة هذه الأيام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو حتى بعض الأسئلة اللي تجيني على الخاص في صفحة استشارة طبية حول مشكلة فقدان الشم، والكل يتساءل ما هو السبب، ويا ترى هل عنده علاقة مع المرض كوفيد-19 اللي يسبه فيروس كورونا أم لا. قبل ذلك راح يعني أشير إلى ملاحظة أنه المستشفيات تقريبا امتلأت المصالح تاعها بالمرضى تاع كوفيد-19، حتى أنهم ما وجدوش مصالح وين يحطوا فيه المرضى. وحديثكم عن المستشفى الجامعي سطيف الذي أعمل فيه، المستشفى ممتلئ على آخره، حتى أن بعض الحالات اللي تكون شوية خفيفة يعني توجه للبيت مع التزام الحجر، نصحها بالتزام الحجر وتستعمل دواء في البيت من كثرة المرضى. حتى مصلحة تحليل تاع البي سي ار اللي هي تؤكد الحالات ما قدرش تلحق على عدد الحالات باه ديرلها التحاليل، الحالات المشتبه بها والتي ظهرت ويعني عرفناها من خلال صور سكانر. وهذه الظاهرة على كل حال تاع الامتلاء تاع المستشفى وفتح مصالح جديدة يعني يعرفها مستشفى الجامعي سطيف، وكذا على حساب تواصلي مع أهل ورقلة حتى مستشفى محمد بضياف في ورقلة يعني يعرف هاد حالة الاكتظاظ وحالة الحالات الكثيرة تاع المرض يعني انتشاره وبكثرة. هناك حالات كثيرة مصابة موجودة في البيوت وما تتواصلش ما تروحش المستشفى. على كل حال مش هذا هو موضوعنا بالذات، لكن هناك ملاحظة فقط لماذا راني راح نتكلم على هذه تاع فقدان الشم الكلي، لأنه يعتبر عرض مهم جدا في حالة الكوفيد-19 اللي هو مرض الكورونا هذا، واللي علاه لأنه هذا اللي مصاب بهذا الظاهرة احتمال يعتبر قنبلة موقوتة، بحيث أنه ممكن هو ما ظهرش عليه أعراض لكنه يعتبر إنسان ناقل للعدوى للآخرين. الأكيد والملاحظ يعني على حساب
واش رانا نشوفوا يعني من حالات في المستشفى، ان الفيروس فقد ديك الشراسه تاعو العدوانيه اللي كانت عنده في بدايه الوباء، يعني ما عاش بديك الصوره الشرسه والعدوانيه، وذلك ظاهر في عدد الحالات الوفيات، وكذلك الحالات المعقده نقصت ما عادش كما الاول، ولكن عدد الحالات في ازدياد مستمر، عدد الحالات مزدياد مستمر، وهذا يدل على أن هناك عدة إصابات في وسط المجتمع، فيهم اللي راه على باله وفيهم اللي ما على بالوش، لأنه كاين حالات اللي ما تظهرش فيهم الأعراض، يعني كاين اللي حاملين الفيروس وما عندهمش أعراض المرض وينقلوا فيه، وكاين اللي عندهم أعراض خفيفة فقط ويعتبروها زكام، مجرد زكام بسيط، وهناك حالات اللي تستدعي الذهاب للمستشفى، هذوك مجرد يديروا سكانر يعرفوهم. على كل حال نرجعوا لموضوعنا تاع اللي وعدناكم به واللي برمجنا على جاله هذا التدخل، بعد ما لاحظت التساؤلات كل مره الناس تقول رانا فاقدين الشم، واحد يقول انا فقدت الشم والذوق، واحد كذا، يا ترى ما هو العلاج، وبعض المجموعات الطبيه، بعض المجموعات مش ماهيش تعاطبه لكن مجموعات تعتني بالجانب الصحي، فيه ناس يتدخلون دخلوا يردوا على هاد الناس اللي تسائلوا على الشم، واحد يقول له دير العشبه الفلانيه، واحد يقول له كذا وهذا مجرد زكام، واحد يقول له الحساسيه، واحد كذا وكذا. لا، قضيه فقدان الشم تعتبر حاله يعني يجب الانتباه لها واعتبارها من الاساسيات، واللي عندها علاقه بالمرض كورونا علاقه مباشره واساسيه وحساسه، وكنت اشرت لها من قبل منذ شهرين تقريبا في الفيديو الخاص باعراض مرض كورونا مع هذا مفتاح التشخيص. في عده دول في العالم لاحظوا انه منذ بداية الوباء، مثلا في الصين، في كوريا الجنوبية، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، كل لاحظوا أن هناك حالة فقدان كلي للشم أو جزئي، وحالات من الاضطراب في كل منهما، يعني الشم والذوق، يعني الحالة هذه ما كانش يعني معروفة مش لا في الجزائر فقط، حتى في دول العالم كامل. ففي أوروبا مثلا حتى 90% بعض الحالات تتراوح بين 20% حتى 90% من الحالات التي أصيبت بكوفيد يعني بكورونا عرفت فقدان الشم، فقدان الشم أو فقدان الشم مع الذوق معا، مرة أحيانا يكون فقدان الشم فقط، وأحيانا مع فقدان الشم مع فقدان الذوق، فقدان الذوق. هنا نطرقوا فقط لبعض الدراسات. هناك دراسة يعني هذه حالة فقدان الشم الكلي المرتبطة بفيروس كورونا ما جاتش هكذا اعتباطا ولا صدفة ولا تشابه، لا، هناك دراسات دارت في العالم وأثبتت أن هناك علاقة بين فيروس تاع كورونا ومرض كورونا وبين فقدان الشم. يعني نعطيكم الدراسة اللي دارت ومن بعد نتكلموا شوية على فقدان الشم. هناك دراسة أوروبية تركزت على 12 مستشفى في أوروبا ل 417 مريض بكورونا، 417 مريض بكورونا، منهم 263 امرأة و 154 رجل. هذه الدراسة هاد الناس اللي مصابين بكورونا عطاهم استبيان كيستيونير ورقه، وعطاهم هذيك الورقه وقال لهم قالوا لهم عمروها وشيني الاعراض اللي عندكم. من 417 المريض بكوفيد يعني بكورونا، هذا الحالات على كل حال مش اللي دخلت الانعاش، لكن حالات مثلا خفيفه عندها نوعا ما اعراض حمى، وجع الراس، سعال، معها عطاهم في الورقه في الاستبيان هذاك يعمروا هنا اللي عنده فقدان الشم او فقدان الذوق. من 700 من 417 مريض هناك 263 امراه و 454 رجل. النتيجه تاع هذا الاستبيان واش خرج النتيجه؟ هذه الدراسه كشفت ان 86% من المصابين، 86% من اللي اصيبوا بكورونا كان عندهم اضطراب جزئي او كلي للشم. بنسبه
80% كان اضطراب كلي. في 86 هادو نحو منهم 80% كان عندهم فقدان كلي للشم، و 20% كان عندهم نقص فقط في الشم، مش فقدان كلي. يعني من 86 يعني عندنا 100 مصاب، لو كان عندنا 100 مصاب نحو 86 هادو كلهم عندهم اضطراب في الشم والذوق. عندنا 80% كلهم مصابين فقدان كلي، و 20% هناك ضعف. من هذه المجموعة كذلك كانت 88% كان عندهم فقدان جزئي أو كلي الذوق. اضطراب هنا تاع الذوق دائما يجي المرحلة في الدرجة الثانية بعد فقدان الشم، لكن فقدان الشم هو الأساسي. بالنسبة كانت تساؤلات أخرى، يا ترى هل فقدان الشم هذا الكلي اللي يجي مصاحب المرض كورونا، هل يجي قبل المرض أو أثناء المرض أو بعد المرض؟ يعني وين تابع؟ هل قبل ما يصاب الإنسان، قبل ما تظهر كل الأعراض، أو أثناء المرض أو بعد المرض؟ في هذه الدراسة اللي دارت فيها استبيان هذا، خرجوا بنتيجة أن هناك ناس يتصابوا قبل ما يمرضوا خلاص، قبل ما تظهر عليهم أعراض تاع الفيروس تاع كورونا، أعراض مرض كورونا، وهناك أشخاص تظهر عليهم هذه الظاهرة تاع فقدان الشم أثناء المرض، وكاين مجموعة أخرى اللي تظهر بعد ما يخلص يرتاح من المرض يفقد الشم. نشوفوا النساء بشحال. لقاو باللي المجموعة الأولى اللي يحدث لهم قبل أعراض المرض هما 12%. يعني لو فرضنا عندنا 100 مصاب، 12% من هاد المصابين راح تظهر عندهم الأعراض قبل ما تظهر عليهم هذا فقدان الشم الكلي، قبل ما تظهر عليهم الأعراض الأخرى. أثناء الإصابة عندنا نسبة تاع 65% من المصابين بالأعراض وعندهم أعراض هادو يفقدوا الشم، 65%. تبقى بعد الإصابة يعني يرتاحوا خلاص من الفيروس وما كانش أصيبوا قبل بفقدان الشم، تبقى نسبة تاع 23% اللي يصابوا بعد الإصابة بالمرض. يعني احتمال إنسان يكون يحس بلي أنه أصيب بزكام بعد يرتاح، لكن تظهر عنده بعض الأعراض هذا تاع فقدان الشم الكلي، احتمال كبير أنه كان مصاب بفيروس كورونا لكن الأعراض كانت خفيفة. الدراسة هذه اللي تمت في أوروبا على 12 مستشفى وعلى 417 حالة مريض، منهم 263 امرأة، لقاو باللي أكثر المصابين بهذا فقدان الشم يكون عند النساء أكثر من الرجال، عند النساء أكثر من الرجال. على كل حال كنا نهضروا على فقدان الشم، لازم تكون فيه ملاحظة أساسية، تكون هذا الفقدان الشم يكون بدون انسداد الأنف. يعني الحالة فقدان الشم هذه اللي موجودة في مرض فيروس كورونا ما يكونش الإنسان ذاك عنده انسداد في الأنف تاعه أو سيلان، يعني بدون انسداد الأنف وبدون سيلان الأنف، يعني ما كانش رشح. هنا الاحتمال أكبر أنه الإنسان هذا مصاب بالفيروس، يعني بدون سيلان وبدون انسداد، وعلى كل حال ما يكونش عنده حساسية في الأنف من قبل، لأنه كاين فقدان شم اللي مربوط بحساسيات سابقة، أمراض سابقة. علاش رانا نركزوا على هذا العرض بالذات؟ أولا لعدة تساؤلات حوله، وثانيا لأنه ظهر بقوة في الفترة الأخيرة في وسط المجتمع. ثالثا الخطورة تكمن وين؟ أنه الإنسان ممكن يكون مصاب بالفيروس ويعدي في الآخرين، ينقل العدوى ولكن ما تظهرش عليه الأعراض كل ما عدا الشم والذوق، فهذا يعتبر قنبلة موقوتة راه يعدي الآخرين وهو ما هوش على باله، والله دركا كي يعرف لازم يتفادى أنه يأخذ احتياطاته. علاش راني نقول لكم هكذا ثاني؟ لأنه كاين ناس اتصلوا بيا في الخاص في هذه الصفحة وكانوا مصابين بفقدان الشم وكان عندهم اضطراب في الذوق خاصة الشم، كان ما يشموش كان عندهم الشم، ونصحتهم راحوا داروا سكانر وفعلا طلعت صور تاع السكانر انهم مصابين بمرض كورونا، وكانت فيه صور ظاهرة واضحة
ومع ذلك ما كانش عندهم أعراض أخرى مثل السعال أو ألم الرأس أو الحمى، لكن ممكن يشكو بعضهم يشكي بألم صغيرة تاع الرأس شوية برك فقط خفيفة، واحد سعال خفيف، واحد يعتقد أنه زكام، لكن صور تاع سكانر كانت تثبت أنهم مرضى بكوفيد 19. هذا خلينا لازم الإنسان اللي هذا في فترة الوباء خاصة فقد الشم كليا كليا، مع الأنف تاعو مش مسدود وما عندوش رشح ما عندوش سيلان، هنا رقم واحد أول حاجة نشكو فيها هو مرض تاع مرض كورونا. والدراسة اللي قدمتها لكم الدراسة الأوروبية كانوا كامل داروا بي سي آر وكانت حالات مؤكدة، يعني ما كانش حالات غير مؤكدة. ننتقلوا لنقطة أخرى، كيف هي يفقد الشم؟ هو موضوع شوية علمي، قلت ممكن أجله إلا إذا كان فيه طلبات، طريقة يعني الميكانيزم كيف يعني الفيروس هذا يخلي الإنسان يفقد الشم. هنا كان موضوع نوعا ما علمي وكان دراسات دارت وما زال تحت البحث، لأنه الفيروس يعطى المرض هذا يعتبر جديد، ولكن كان هناك مشابهين له مثل السارس اللي ظهر في 2004 وكذا. على كل حال نلخصها لكم في نقطتين بما تدخلوش في كلام علمي دقيق كذا، انه الفيروس هذا يقولوا باللي الاصابه هذه يعني الشم فقدان الشم يجي من بسببين احتمال سببين. السبب الاول انه يصيب التهاب في المخاط تاع الخلايا المخاط تاع الانف، خلايا تاع المخاط تاع الانف تصاب بالالتهاب فينقص الشم، لان الخلايا هذيك راح عندها التواصل مع هناك مسارات عصبية تنقل الشم للمراكز الحس الشمي الموجودة في الجهاز العصبي. هذه الدراسات تقول باللي كان التهاب تاع المخاط هو اللي يسبب المشكلة، لكن كاين هناك دراسات أخرى تقول لا مش لهذا فقط، وإنما الفيروس يصيب حتى الجهاز العصبي، الجهاز العصبي، وبالتالي المسارات الناقلة للشم راح تصاب، والخلايا الدماغ اللي في الموجودة في الدماغ وخاصة في جذع الدماغ، في جذع الدماغ اللي هو النوترون سيريبرال، هذه الخلايا المسؤولة عن الشم هي اللي تصاب بالفيروس، بمعنى أن الفيروس هذا يوصل حتى الجهاز العصبي، حتى المخ الجهاز العصبي، ويصيب مراكز الإحساس تاع الشم وتاع الذوق في الجهاز العصبي. ما ندخلوش في تفاصيل تاع الفيزيولوجيا أو فيزيوباتولوجي أو فيزيوباتولوجيا تاع فقدان الشم في كوفيد، لأن فيها دراسات كبيرة واحتمال نخصوا لها حصة الناس اللي مهتمين بالجانب العلمي. ننتقلوا مباشرة، يتسألوا الكثيرين هل الشم هذا اللي فقدناه يرجع من بعد والله ما يرجعش، وما هو العلاجات وراء، هل نقدموا علاجات في هذه الفترة ما نقدموش علاجات، تساؤلات من ناحية هذه. أولا قبل ما ندخلوا في الموضوع هذا، ننصح كل إنسان فقد الشم هذه الأيام هذه أو الذوق أنه يبتعد على الآخرين ويحاول يحجر نفسه صحيا. هذا إذا كان ما حبش يروح يزيد يبحث على السبب، هو من الأحسن يروح يشوف روحه لعله راه مصاب بالفيروس، يعني يحاول يتحاشى الآخرين به ما يعديهمش بوضع الكمامة، ويحجر نفسه صحيا حتى في المنزل على أهله اللي في البيت وكلش، لأن الحالات اللي اتصلوا بيا كانت حالة في الزوج ومن بعد الزوجة الثانية فقدت الشم، كي نقولها قلت لهم روحوا ديروا سكانير لقيت صور موجودة في 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 في, في, في طرفين. وبالتالي إذا كان يعني قلنا إذا كان إحنا ماذا بينا تروحوا المستشفى تروحوا تفحصوا، بس أنتم كان كثيرين عندهم حساسية من الذهاب للمستشفى ومش حابين يفحصوا وعندهم عقدة من المستشفى عدم الثقة كذا كذا كذا، أما على الأقل اللي راه مصاب بهذا الأعراضين فقدان الشم خاصة ويأتي بعده الذوق مع عدم الانسداد الكلي للأنف، مع عدم انسداد الانف وما كانش رشح، فهذا ماذا به ياخذ الاحتياطات تاعو ما يكونش سبب انه ينقل العدوى للاخرين، وقادر ينقل العدوى لانسان يعود مريض مرض مزمن او كبير في السن وتتعقد حالته ويوصل حتى انه يدخل انعاش ويتوفى لا قدر الله بسببك انت اللي تهاونت في القضيه دي، وممكن في البيت عندك واحد مريض مزمن عنده مرض مزمن او كبير في السن، وانت مجرد فقدان الشم هذا الذوق اعطاك الاشاره بانك مصاب، ولكنك انت ما حاولتش تبحث وقعدت تهاونت ونقلت الفيروس لهذاك المريض اللي هو كبير في السن، ولا مريض مزمن هو من الأسرة تاعك، قد يكون جدك وقد يكون بيك كبير في السن ولا امك، وتكون سبب انت انه يكون الضحية تاعك انت. نهضروا على التطور درك والحالات والعلاج.
بالنسبه للعلاج، عاده في الحالات هذو يمدوا ادويه الكورتكويد، الكورتكويد اللي هما المضادات الالتهاب الستيرويديه. لكن كل الخبراء في العالم ينصحوا انه في حاله فقدان الشم مع كورونا ما كان حتى دواء، ما تمدوش. يعني نقول هذا الكلام نقولوا الاطباء ونقولوا اللي راهم فاهمين شويه ويروحوا يستعملوا من كل كورتكويد. ممنوع علاج ظاهره فقدان الشم بالكورتكويد في هذه الفتره تاع الوباء. كذلك سواء الكورتكويد عن طريق الاقراص او الابر او حتى الموضوعيه، يعني حتى القطرات اللي دار في الانف فيها الكورتكويد على جال باه نرجعوا داك الشم، ممنوعه استعمالها، ممنوع استعمالها. يبقى التطور تاع الحاله. لوحظ ان 44%، شوفوا مليح سمعوا مليح، 44% من اللي تصابوا بفقدان الشم الكلي بعد مرض كورونا هذا، 44% بعد اسبوعين يرجع لهم الشم، بعد اسبوعين يرجع الشم تماما، 44% يرجع الشم. اما الاخرين اللي بقاو يعني اللي هما اكثر من 50% ممكن يرجع بعد عده شهور، يعني بعد عده شهور احتمال يرجع الشم، وهذا ملاحظ يعني على حساب الدراسات. لكن دائما يبقى التساؤل، هل هناك بعض الحالات القليلة اللي يبقى عندهم فقدان الشم الكلي تماما؟ الله أعلم، لأنه الفيروس جديد والمرض جديد ومازال ما عدناش مرجعية نعتمد عليها، لأنه لازمنا أكثر من عام ولا عامين نعتمد ونرجع نشوف الناس اللي أصيبوا بهذه الظاهرة ونشوف هل فعلا فقدوا ما فقدوش. دروك احنا هذه تبقى للزمن. على كل حال كاين ما احيانا بالنسبه اللي يعالجوا، كاين طريقه اذا كان الشم خلاص ما رجعش، كاين طريقه الرياضه الشميه، كيفاه يديروا يشموا هما، يعرضوا الانسان هذاك يوميا مرتين في اليوم لمده اسابيع انهم يشموا بعض الاشياء اللي فيها رائحه مثل القرنفل او القهوه والنعناع او الكاليتوس، وهذيك مجموعه سته او سبعة مواد اللي تشم، يشموها مرتين في اليوم بمدة 15 ثانية لكل نوع من المواد هذه تاع الشم. يجيبوا ستة أنواع، أربعة أو ستة، ويشمها في الصباح وفي المساء بمدة لفترة 15 ثانية لكل واحدة منهم. هذا يتم يوميا لمدة أسبوعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، احتمال هذا ترويض للحس الشم وممكن ترجع لهم حس الشم. وهذه تعتبر رياضة كما هي كما الرياضات الأخرى اللي تستعمل في العضلات اللي عندهم مشاكل مفصلية أو مشاكل تاع العضلات اللي هي كما اللي يسموها لا ريديكاسيون هنا تاع الشم. درك قبل ما ننهو الكلام والتدخل معاكم، راح نعطيكم بعض النقاط الأساسية اللي لازم نستخلصوها من الموضوع الكلام تاعنا، واحتمال هناك ناس دخلوا متأخرين ولقاونا في الأخير أو في الوسط تاع الكلام تاعنا وما كانوش ملمين وما ألموش بوش قلنا. نعطيكم خمس نقاط كملخص للكلام هذا أو كنقاط أساسية. النقطة الأولى اللي لازم ديروها في بالكم، يعني إذا اضطراب حاسة الشم والذوق، اللي عنده مشكلة في حاسة الشم والذوق هذه الأيام في هذه الفترة تاع الوباء، قد تكون هي الأعراض الأولى لكوفيد، قد تكون هي الأعراض الأولى لكوفيد. احتمال إنسان يصاب بفقدان الشم والذوق قادرة تكون هذه هي الأعراض الأولى، وراح تظهر أعراض أخرى. يعني لازم الناس تتنبه لهذه الظاهرة، المشكلة هذه الأولى. ثانيا، فقدي الشم دون أعراض. الناس اللي قاعدة فقد الشم بصح ما ظهرت عليه حتى أعراض، لا يوم، غدوة، بعد غدوة، أسبوع، ما كاش أعراض، هذو قد يكونوا مصابين. والمشكلة فيهم أنهم ناقلين العدوى، تنقلوا العدوى تاع الفيروس وانتم ما عندكم حتى أعراض، يعني راكم تشكلوا خطر على من حولكم، راكم تشكلوا خطر على من الناس اللي راهم حولكم. ما لا يجب تنتبهوا وتاخذوا احتياطاتكم وما تضروش اللي حولكم. يا إما تروحوا تفحصوا رواحكم وتعرفوا راكم مصابين ولا مش مصابين بالسكانر او بالتحاليل، يا اما تحجروا نفوسكم وديروا كل وقايه ما تعدوش الاخرين. المهم راكم تعتبروا خطر، هذو اللي مصابين ما عندهمش اعراض. هذه اثنين. رقم ثلاثة،
كل من أصيب بفقدان الشم أو الذوق الجديد لهذين الأصيب يعتبر مصاب حتى يثبت العكس. يعني أي واحد يتصاب بهذه الظاهرتين العرضين، فقدان الشم أو الذوق أو اضطرابهما يعني نقصوا، فهو يعتبر مصاب حتى يثبت العكس. فترة الوباء نعتبره مصاب حتى ما عندناش تحاليل، ما عندوش كحة، ما عندوش حمى، احنا نعتبروه مصاب لأننا في فترة وباء حتى يثبت العكس. إذا ثبت العكس خلاص ماهوش مصاب، قادرين نروحوا نديروا الراديو، قادرين نشوفوه، نعدوا عليه، نديروا تحاليل، نقول مش مصاب، خلاص هذا مش مشكل. لكن احنا نعتبروها حاجة سين دالارم، يعني حاجة شغل. واحد راه في السيارة وشعلت له الضوء الأحمر ينبهو بلي كاين مشكلة في السيارة، لازم ينتبه. بعدها يشوف إذا تشعل لك أنت اللمبة الحمراء في الكروسة وش تدير، لازم تشوف وش كاين. هذه فقدان الشم راه يعتبر هكذا، يعتبر إشارة في المرض هذا باه نعرفه ونبحثه نشوفه السبب. رقم 4، استعمال الكورتكويد في فقدان الشم ممنوع. 5، يعني باه ما ينزعجوش الناس هذو يصيبوا ويقول لك ممكن تقعد نطول، هناك تحسن اكيد في هذه حاسه الشم والذوق بعد المرض في معظم الحالات اللي عرفت هذه النقطه تاع فقدان حاسة الشم والذوق. نتطرق إلى قبل ما نرجع لبعض الأسئلة اللي هنا اللي راني ماشي نتبع فيها على كل حال، لأني راني نهضر وما نقدرش في نفس الوقت راني نتكلم ومنسجم في الموضوع وراني نقرأ في نفس الوقت الأسئلة. كي نكمل الكلام تاعي نحاول نرجع للأسئلة هذه ونشوفها ونحاول نجاوب على اللي قدرت نجاوب عليه. حبيت نطرق موضوع آخر فقط في خاص كذلك كورونا، وهي حالة الوفيات تاع كورونا. حالة الوفيات مش راح ندخل في موضوع هل الوفيات حقيقية من كورونا مش كورونا، لأنه دائما في كل مجتمعات وفي التاريخ البشري عرفت ناس مصدقين وناس مشككين مكذبين، هذه ظاهرة معروفة يعني في المجتمعات البشرية من قديم الزمان. وفي كل مجتمعات تعرف كاين ناس عندهم يؤمنوا نظرية المؤامرة، وهذا مش راح ندخل في هذا الإشكال. هذا ما اللي راه يشكك ويكذب هو حر، واللي يؤمن هو حر، المهم من يشكك ويكذب والله يصدق، المهم ما يكونش سبب أنه يضر الآخرين، ما يهمناش هذا. وما كان حتى طبيب يعني في العالم راح إنسان يموت بمرض معين وراح يكذب ويكتب اللي هذا الإنسان مرض بهذا المرض، ما عنده حتى معنى هذه، لأنه أي إنسان راه قبل ما يدفن إلا ويعطوه تصريح بالدفن، وقبل تصريح بالدفن إلا الطبيب عمر الأوراق والملف يكون كامل، فيه صور سكانر، فيه التحاليل، فيه كذا. حتى ولو ما كانش كاين التحاليل وكان سكانر يثبت هذا المرض، لازم ناخذ احتياطاتنا على كل حال. والإشاعات هذه راها كثيرة تاع راه ماهوش يموت بكورونا ويلصقوا في كورونا على جال العلاوات وعلى جال باه يديروا لي بريم، هذا كذب ما كانش، احنا ما نعرفوش، ما عندناش احنا درك احنا كأطباء حاجه سميتها بريم. كل ما زادوا المرضى والله كل ما ماتوا الناس، ابدا. اذا كان وصلنا لهالدرجه وعدنا على جال العلاوه ولا على جال بريم نكتبوا انسان مريض بكورونا، ما عندناش بشر، عندنا حيوانات، عندنا اصلا مش حتى حيوانات، اولئك هم كالأنعام بل هم ضل يعني اكثر من حيوان. مش راح ندخل في هذا الموضوع والتشكيك والقضيه دي، لا، راح أتكلم على موضوع آخر، هو أنه تكريم المرئي تكريم الميت دفنه، تكريم الميت دفنه. أنا حاب نهضر نتكلم شوية برك على الدفن وتجهيز الموتى تاع كورونا، يعني نشوف فيه مبالغة في قضية طريقة الدفن. لحد الآن ما فهمتش لماذا يدفنون بهذه الطريقة تاع الريترو وتحفر حفرة كبيرة، لماذا يعني لهذا الشيء؟ إذا كان هاد المؤمنين كانوا مرضى حيين كنا نتعاملوا معاهم عادي ونديروا وسائل الوقاية تاعنا ونحتاطوا ونتعاملوا معاهم مباشرة عن قرب. ما فهمتش عندما يموتون علاه نديروا كل هذه الاحتياطات الغريبة جدا على 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 الجانب الطبي، مانيش عارف أنا منين جات هذا الآخر، ونحفروا لهم حفرة كبيرة بالريترو ومن أحيانا ما يتغسلش، علاش؟ مريض كورونا ممكن تغسيله
كيموت يعني الميت هذا يمكن تغسيله مثله مثل الأموات الأخرى مع أخذ الاحتياطات. ممكن دفنه بالطريقة نفسها اللي تدفنوا بها الآخرين، يحفروا له فقط ويدفنوه. ما فهمتش أنا الإشكال وين راه؟ هو فيروس ينتقل ياك أخي، رانا نقولوا إحنا بعد عن الإنسان متر فقط، يعني ما نقدروش نغسلوه، ما نقدروش حتى ندفنوه بطريقة مشرفة تحفظ كرامة الميت. يعني هنا سؤال انا ما لقيتلوش اجابه. على كل حال ماذا بيا الناس اللي راهم متكفلين بقضيه الدفن وقضيه التكفل بالميت، يعني بعد المريض بعد ما يموت هما اللي يحاولوا يبحثوا في القضيه هذه وينظروا لها من منظار اخر، لانه هذا الطبيب ما يتدخلش في امور كيما هذه، لاننا مش احنا اللي رانا ندفنوا، مش احنا اللي رانا نغسلوا. ولكن لو كنت انا في مكان معين وطلب مني نغسل الميت، نغسله انا حتى مصاب بفيروس كورونا، انا مستعد نغسله بالطريقه اللي نعرفها انا وبلا من سبب مشكله، وعادي جدا نديه. مهم نديرو احتياطاتنا يا اخي. الغسل تغسل الميت نصب عليه الماء فقط، وراه الاشكال هنا. ومنين راح ينتقل الفيروس؟ ما فهمتش انا كيف الطريقه. يا اخي طريقه نقل الفيروس نعرفوها، كلنا نعرفوها عن طريق الفم الانف العينين. احنا نديرو احتياطاتنا على هذو الانف والعينين، ونغسل الميت تاعنا ونغسل يدينا وخلاص، كما رانا نقولوا في الامور الاخرى. غادي الدفن ثاني كان بريطو. حتى صلاه الجنازه لو كنا احنا مجتمع يعني واعي وفاهم القضيه مليح وناخذ احتياطاتنا، حتى صلاه الجنازه مع الاحتياطات قادر نديروها كامل بطريقه عاديه جدا. ان نديروا مسافات تاع متر بين الواحد والثاني، ونديروا الكمامات، ونصلوا على ميتنا صلاه الجنازه باعداد غفيره، وندعوا لربي يغفر ليه ويرحمه. انا ما فهمتش انا الاشكال في هذه النقطه. على كل حال هذه ما تهمكمش انتم كمواطنين بالدرجه، ولكن تهم وتعني الناس اللي راهم مسؤولين عن القضيه هذه. وهذه اللي ممكن خلات بعض الناس اللي يموتوا بفيروس كورونا يخبي اهلهم يتنكروا لانه الهاله هذاك وهذاك الفوضى اللي يديروها وديك التعارقيل بعد الموت تاعو وطريقة الجنازة وكذا هي اللي خلت الناس تنفر وحتى تكذب أنه الناس. هذا هذه مشكلة كبيرة. دروك نرجعوا نرجع نكون انتهينا إن شاء الله من هذه القضية هذه، ونظن الموضوع واضح جدا. باختصار، فقدان الشم الكلي المفاجئ هو أحد الأعراض المهمة ومفاتيح تشخيص تاع كورونا. يعني ردوا بالكم واحذروا، وردوا بالكم تكونوا سبب انكم تعدوا الاخرين، وتكونوا سبب باه تمرضوا الاخرين. هذا وزوج فقدان الشم الكلي، فقدان الذوق بعده بدرجه ثانيه، يعتبروا اعراض مهمه جدا جدا، وخاصه المده الاخيره راني لاحظت هذه الظاهره انتشرت اكثر واكثر. مانيش عارف علاقتها بهذه الشهور الاخيره، ولكن رغم وجودها من البدايه لكن هذه المده الاخيره اكثر واكثر. ان شاء الله نكونوا في نهايه الوباء، ويكون الله يرفع علينا الوباء. على كل حال كل الدراسات والملاحظات تقول باللي رانا في منحدر، في المنحدر تاع الجرس، لانه الوباء هذا عباره عن كل الاوبئه والامراض الفيروسيه تجي على شكل جرس، يعني صعوده صاعده صاعده، ثم تجي الذروه، ثم يجي الهبوط الجرس او ذروه الجمل، يعني صعودا صعودا. ان شاء الله رانا في المنحدر وهابطين لكي ينتهي هذا الوباء ان شاء الله، ورانا في حوالي 6 شهور نظن رانا في النهايات. وما يدل انه في النهايات هو ضعف الشراسة تاع الفيروس هذا من ناحية انه قلة الوفيات والحالات المعقدة، ولكن تبقى الحالات في تزايد. هذا الحالات ناتجة عن طريق مشكلتها من العدوى اللي راها بيناتنا ننشروا فيها بلا ما نشعروا، والله احيانا نحنا نشعروا ونتهاونوا على ذلك وما ناخذوهاش بجدية.